للحديث أكثر حول رفض الثوار تسمية مصطفى الكاظمي والعملية السياسية برمتها بعد أن فشل شركاء العملية السياسية في إدارة المشهد في العراق وتحوله إلى حديقة خلفية تدار بمعرفة القوى الخارجية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا ومرحبا بك دكتور قحطان. حياك الله أخي العزيز، وحيا المشاهدين الكرام، وحيا الضيوف. حياك الله. بداية، اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين أصدرت بيانا تؤكد فيه رفض المتظاهرين تكليف مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء، ما الأسباب التي تجعلكم ترفضون هذا الترشيح؟ حياك الله مرة ثانية أخي. الأسباب لا يخفى على الجميع أنها تأتي ضمن سياق ثوابت الأساسية للثورة، ثورة تشرين المباركة. ثورة تشرين منذ انطلقت إلى حد الآن ثابتة على منهجها وثوابتها الأساسية، وهي ظهور التغيير العملية السياسية تغييرا، ورفض شخوص العملية السياسية ورفض تكرار وإنتاج الذات السيئة، وبالتالي تنافت إلى حد معين في فترات لأن تقبل بمرشح مستقل حقيقي بعيد عن المجرب وبعيد عن الذين عليهم اتهام وعليهم مساءلة وعليهم علامات استفهام. فهذا الذي رشح اليوم كاظمي واحد من أطراف العملية السياسية، بل واحد من الفاعلين، لذلك رفض لهذه الثوابت. الكتل السياسية اختلفت على مدار ما يقرب من شهر حول الزرفي، وفي النهاية اعتذر عدنان الزرفي ليقدم الكاظمي. كيف تقرؤون كثوار هذا الالتفاف من قبل الكتل السياسية؟ نحن مقتنعون من أول لحظة أن القائمين على العملية السياسية لا هم لهم إلا الخداع وكسب الوقت، وبالتالي عملية اختلافاتهم البيئية أو تصافيهم إن جاز أن نقول ذلك هو جزء من صورة ذاتية لكي ينتجوا شيء هم يقتنعون به قبل غيرهم، ولعلهم أهملوا إهمالا كبيرا رأي الشارع. هذا دليل على أن الذي حصل عبارة عن مساومات بينهم. حقيقة الأمر احتدام الخلافات البينية وتأثيرات الشخصية لختان الفساد حتى على حساب القيم الموهومة بها ذاتهم بذاتهم هو الذي كبر الخلافات البينية، وبالتالي هذه كلها محاولات لأجل كسب الوقت ولأجل الوصول إلى حالة معينة تنتج به ذاتهم ويبقون على مصالحهم وامتيازاتهم وعمالتهم للقوى الخارجية. طيب، الكاظمي قال أن حكومته ستكون مستقلة، هل تعتقدون كثوار أن من أتى بالكاظمي لا يستطيع أن يملي عليه طريقة تشكيل حكومة أو تشكيل حكومة؟ هذا الجهل بعينه وهذا الاستصغار للجمهور العراقي بعينه. إن يأتي بك فاسد وعميل ومجرب فاشل لطوال 17 عاما حال العراق إلى أسوأ بلد بالعالم، والآن هو الذي يرشحك ويقول سينجح وهو وطني وهو إيجابي، هذه لا يقبلها إلا الذين لا يملكون عقلا أو الذين يشيل لعابهم على مناصب معينة أو على أماكن معينة أو مصالح، وبالتالي هذا لا يقنع إلا أصحاب النفوس الضعيفة، بالذات اساسا اعني به العمليه السياسيه يقنعون انفسهم ولا يقتنع بها الشارع العراقي. وقال الشارع رايه الصريح، وكل ساحات العز والكرامه من البصره الى شمال العراق قالت لا للكاظمي ولا لمن سياتي بعد الكاظمي اذا اعتمدت الاليه ذاتها في الترشيح. طيب، ماذا يعني برايك ان ترحب وزاره الخارجيه الايرانيه بتكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومه وانت استاذ في العلوم السياسيه؟ لا نستغرب في ذلك، فالقاسم سليماني قرأت الفاتحة عليه ونصب له شيء في داخل برلمان العراقي، وحقيقة الأمر إيران بغداد هي إيران كما تراها الإدارة الإيرانية، والذي يقول أن هناك استقلال للعراق فهو واهم، فما يوهم الظمآن نفسه بسراب أيام القيض. نعم، الأكاديمي والناشط في التظاهرات الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد حول رفض الثوار لتسمية مصطفى الكاظمي مرشحا لتشكيل حكومة. شكرا جزيلا لك.